بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتها سور دوادا إن شاء الله تعالى سور دوادا موقال عصب إيو فسر كريدا وقال كان إن شاء الله تعالى وحان كفسرنا موقال كهلية أما عيوان كهلية آذيدة إسبتالك أصحاب بضن أي نسوي ديسين بضن إن شاء الله تعالى واختيق إي علفك ما أنت أي نغضي إن شاء الله تعالى كسور دوادا تفسيرك آذيدة إسبتالك آذريادة كأركيسد مفسرين تا قيبك لدوان قابك لدوان أي وقهلين إنو تلمانو يهاي خير إيو إنو دقنين ويهاي نشر صوص عطو حظو مركز يوحي كوحران تاي قف كريوني حالة دو كتر الدونية هاي الدهويني تاي وان لقبين مثل قبو حاملو ايو قضبك لدوان ان شاء الله تعالى محوية تفسيرك اركتدا ديدا اسبتالك ادريادا كو اركيسيد ابن سيريس دولي اركتدا قف كريوني يساقو جيران ادي اسبتالك وحي تلمانو تاي ان قف كاسي اي وكل يعدون حنونو اما تشيرا كل يعدون تو مال مهزو صعودا اركتدا قفك حنوستان ادي اسبتال كريادا وحي تسينيسا ويتلمانو تاي انو مقل دونو اخبار ان فعنين اما واربحين ان اساق قلبي جيسا فرحد قلنين اركتدا كبحيدا اسبتالك داوين كدب وحي تلمانو تاي عافيمات قفك حنوستان عدرادو كعافيمات ايو بإذن الله الكريم والله أعلم اركتدا اسبتالك اما منتشفها وحي تلمانو تاي ان قف كاسي وكرا حسن ايو عافيمات ونكسن ايو عمري دير بإذن الله الكريم محوية تفسيرك آديدا إسبتالكا ريادا آدكو أركيسيد سيدو قبو شيخ الإلادو عصيمي وقبو آديدا أما أركتيدا قفك ريوني آديدا إسبتالكا وحي ترماميسا إن قفكا سيو كتخلص أيبو ليهي دمان مروغو إينكا أيو ديباتو إينكا نونشي سيكوشرة أركتيدا إسبتالكا وحو ليهي وحي ترمانو تهي إنو كود عايو إسبدل وناكسن أو تربضان نلوش قفك ريوضي أركتيدا إسبتالكا وحاو ترمامي أبو ليهي قفكا ريوضي إنو دريم أيو قلقل عبسي داينا إن قفكا سيو كود عايو عذر إنو كود عايو أيو دريمي محونا قرية تفسيرك آديدا إسبتالكا قبدا آن لقبين عصبدا أركتيدا قبدا عصبدا أي أركيسو يدو إسبتال آديسا وحي تلمانو تهي إن يسو قاري دونان أي قاري دونتو آن ريه الدمان أهداف تيدا طموحات كيدا وحيابا إن لوشا إن شاء الله تعالى كتجعشا أركتيدا قبدا آن لقبين يدو قليسا البابك إسبتالكا وحي تلمانو تهي إن يقورسون يسو نيو ناكسن وأخلاق في عن له أركتيدا قبدا آن لقبين إسبتالكا أركيسو وحي تلمانو تهي إن يقورسد دونتو وقت لو أي نكون نولان دونتو نلول أي كجرتو فرحاد إيو دقنان آدو بأبضان أركتيدا قبدا آن لقبين هردودا إذا كو أركيسو إيادو جيفتا سريرتا إسبتالكا حي تلمانو تهي إن أي مري دونتو مصاحب أما عليسيو نلوش إذا أما نلوش إذا شقدة أي مري دونتو أركتيدا قبدا آن لقبين إيادو كسو بحس إسبتالكا وحي تلمانو تهي إن أي دمان دونان دمان مشاكلك إي عقباتك قفتاسي نلوش إذا كو جيرا تفسيرك آذيدا إسبتالكا هوين إذا مركاسي لقبو أركتيدا هوين إذا متزوجة إيادو جيران آذي إسبتالكا وحي تلمانو تهي in dhamaan ay gabadhaasi ay ka gudbi doonto dhamaan mashaakilka hormoonka dhibaatada nolosheeda ku jira haweenayda matsawajada ah hadii ay aragto ninkeeda oo jiran oo isbitaalka markaasi aadaya waxa dhib tilmaamaysa in haweenaydaasi ay tahay haweenay adag mar walba dhanka ninkeeda zoojkeeda garab taagan oo kaalmeynaysa haweenida laqaba hadii aragto isbitaal waxay tusinaysa in kurbooyinka iyo hormoonta murugooyinka dhamaan ay meesha ka bixi doonaan binilaan kariim tafsiirka aragtida ayadoo la aado isbitaalka haweenayda xamilada ah aragtida xamilada gabadha haway xamilada ah iyada isbitaal aadays waxay tilmaamaysa inay macnaha aad uga fikireyso qad cabsi farabadan iyo dhibaato farabadan ay ku qabto dhalitaanka ay ku qabto kaliya ay tilmaamaysa iyada isbitaalka galeysa day kuriyo ta xamilada waxay tilmaamaysa in wiilkeeda Allah subhanahu wa ta'ala sabab uga dhigi doono inuu ku arzaqo khayr iyo nasiib wanaagsan marka uu soo baxo insha Allah aragtida weynayda iyada booqanaysa isbitaal haweenay xamila waxay tusinaysaa intermano tahay inay haweenadaasi ay mari doonto amaliyad macnaha ay mari doonto macnaha amaliyadeeda iyo dhalitaankeeda si sahlan oo aad u fudud inay ku mari doonto insha Allah haweenada la furay maxay ka tagan tahay haweenada la furay ee aragtida isbitaal aadaysa waxay tusinaysaa in waqti adag oo mashaakil iyo khilaafaad fara badan ka buuxo ay mari doonto haweenada la furay hadii ay aragto iyadoo jira isbitaal aadaysa waxay tilmaamaysaa in mashaakilka iyo dhibaan dhamaan dhibaatooyinka ay ka gudbi doonto haweenayda la furay haday aragto iyadoo markaasi u socoto amaliyad jiraaxiye ama qaliin isbitaalka dhexdiisa uga socota waxay tilmaamaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala wixii dhibaato ay soo martay uu uga badali doono khayr insha Allah Allahna ku arzaaqi doono nin wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh binillahi kariim هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظي الله يحفظي حفظي والأمانتينا إن شاء الله تعالى دمانتنا الله أينو دم بدافو والدينتنا الله دم بدافو أنت مسلمين الله سبحانه وتعالى هو دم بدافو قف كستو إنك إن الله سبحانه وتعالى مرايد كيسها أوسهلو خير إيا براري بشبشر سبحانه وتعالى هو فجيو
qofkii maanta saaka aroortan soo kacay ee murugaysan ee aan shaqo ay amal haynin oo aad u dhibaataysan allah subxaanahu wa ta'ala albaabkiisa iyo baabkiisa allah u furo arsaaq waasaca allah siiyo farxad iyo khayr maalintiisa allah la kulan siiyo qofkii saaka soo kacay isagoo murugaysan isagoo markaasi ka murugaysan in uusan caruur haysanin allah subxaanahu wa ta'ala ha ugu deeqo arsaaq iyo caruur wanaagsan oo barake leh oo baaryaal ah allah subxaanahu wa ta'ala ha siiyo qofkii saaka soo kacay isagoo nafsadiisa u baqaaya oo cabsi ku jirto waxaan leenahay allah subxaanahu wa ta'ala ayaa uga baryaynaa inuu nabadgelyo ammaan uu siiyo allah subxaanahu wa ta'aalana ku arsaaqo nolol amni ka buuxo oo iimaan ka buuxo qofkii saaka soo kacay isagoo aan salaad subax tukanin oo ka tagtay ilaah subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa inuu maanta u dembi dhaafo allahna ku hanuuniyo ee ku ilhaamiyo in salaadaha waqtigooda u tagto qof kastoo saaka soo kacay isagoo xaasiya oo waalidkiisa isdagaashan yihiin ama isdagaaleen allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa in waalidkaasi ubadkiisa ilaahay islaax iyo wanaag uu dhex dhigo allah subxaanahu wa tacaala canugaasina dembigiisa u dhaafo haweeney haddii aad tahay saaka aad soo kacday adigoo haweeney single madra ama haweeney lasoo furay ama keligeeda joogto dhibaataysan ilaahay waxaan kaga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nin wanaagsan oo saalixa oo ku bedela murugadaada khayr kugu ilaahay kugu ugu bedelo nolol wanaagsan oo maciisha oo wanaag ka buuxa ilaahay kaasi ilaahay ku sahlo insha allahu tacaala haddaad tahay gabar dhibaataysan oo markaasi kala garan la inay hesho nin wanaagsan iyo nin xun dooqeeda xun yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaan kaaga baryaynaa inuu dooq wanaagsan nin wanaagsan oo nolosha khayr iyo baraare iyo khayr kugu soo kordhin ilaah ku siiyo haddii aad tahay wiil dhallinyaro ah markaasi aan haysanin awood u lahayn inuu guursado gabadha uu raadinayo ilaahay ayaan kuu baryaynaa walaalka qaaliga ahow asiga ah facaalu limaa yuriid deeqda gacantiisa ku jirta inuu gacantaada iyo albaabka iyo khayrka ilaahay kuu furo dhammaanteenna waxaan leenahay rabbanaa aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة إلهي خير يا برارة هاي نوذ السيو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.